وقد عبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية على إجرائهم في ظروف جيدة وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن دون أي عراقيل. نتابع عينة من آراء المواطنين العائدين من السودان. الحمد لله وصلنا بخير، الحمد لله. الرحلة كانت متعبة شوية لكن الحمد لله السفارة ما قصرت، الطاقم بتاع السفارة السعودية نشكره كثير كثير كثير، ما قصر الحمد لله، والأحوال طيبة بفضل ربنا وبعده له، يعني ما قصر الحمد لله. الله يبارك فيه، شكرا له ونشكرهم كلهم، نشكرهم كلهم جميعا، ما قصروا، طلعونا من ويلات حرب. يعني نشكر فخامة الرئيس ونشكر الدولة على تدخل السريع، ونشكر الجالية والجنود المجهولين، وأشكر سعادة السفير الموريتاني بالخرطوم، كان خير عون لنا وكان محتوي كل الرحلة ما شاء الله عليه، لقيت متاعب ومصاعب كثيرة لكن الحمد لله زلت كل المصاعب ووصلنا الوطن بسلام الحمد لله. هي كانت الخطة رحلة من السودان على جزئين، كانت فشلت الأولى ونجحت الثانية، والحمد لله والشكر لله. السودان جداب ونواكشوط، والله الأطفال ما شاء الله، يعني قدر ما كان إنه احتوى الأطفال، حتى في السعودية كانت الحكومة السعودية احتوت الأطفال، حتى العساكر كانوا يساعدوا الأطفال، والجالية كلها كانت متكاتفة الحمد لله والشكر لله، ما كان في مشاكل كثيرة الحمد لله. السودان اللي فيها 3 سنوات، عندي أخوين وعايب وأمي، ما أنا طبحت الحمد لله، يقر الجيران اللي حلانوا ايش عادوا انقصفوا القصف متين، اللي عندنا قاعد نسمع صوت التعمار طبيعي على الطبيعي، عندنا قاعد نقدر نرقد يقر سابقه ما نقدر نرقد، يالترا نقرا اللي قرا احد ما قرا ما له عنده مستقبل. وطبعا مرينا بظروف صعبه اللي هي بدات الحرب للاسف، وكانت ظروف صعبه جدا امنيه، يعني ما كان فيه امن في اي مكان، وبالتالي كان لازم يعني تم اجلائنا، والحمد لله ان الحكومه يعني دخلت وتم اجلائنا الحمد لله، وصلنا الى نواكشوط الحمد لله بر الامان. طبعا ظروف الطلاب كانت صعبه، لانه صعبه قبل الحرب وبعد الحرب ايضا، لانه ما الامن لم يكن موجود، يعني كل شخص معرض يعني للتحدي الامني، معرض للقصف، معرض لاي شظايا، يعني رصاص متطاير، معرض لاي شيء، ولم يكن هناك اي خدمات، يعني الحياه شبه مشلوله ومشلوله يعني تماما. وظروف بعض الطلاب الحمد لله جاءوا، يبقى التحدي الاساسي الان ايضا هو من ركيزه الاجلاء هذا، هو قضيه مواصله الدراسه، لانه يعني الجهات المعنيه تشوف الطريقه المناسبه لمواصله يعني دراسه الطلاب، مواصله يعني تكمله مستقبلهم وامالهم وامال اهلهم، وانهم ايضا انهم يعني ما يخسر مستقبلهم اللي فاتوا بدوا فيه. حامدين مولانا وشاكرين وجينا الموريتان، حامدين مولانا وطول مالينا مول حمد، حامدين مولانا وشاكرين وشاكرين مولدي السيد الرئيس، وشاكرين السيد السفير، ما بقى لنا شيء طول عمره، قصر طويل. احنا حامدين مولانا من 8 ايام احنا مسافرين في البحر وفي الباخره وفي الكيران وفي الوتات، ما بقى نوع ما ركبنا. شاكرين المملكه العربيه والمملكه العربيه ما بخرتنا شيء قاع. شاكر سياده الرئيس قايه الشكر. ونعرف انه قام معانا قايمه ما يعدل يكون حد ماكي بوش، وانقذنا من الحروب ومن الاخره الحمراء اللي كنا جابري، وشاكرين وقايه الشكر وجازين بالاحسان، وجازين موريتانيا كاملين بالاحسان.